السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هعمل لكم كده ابديت تحديث سريع ومهم حقيقة لكل صناع المحتوى ولكل شخص حابب ان هو يبدأ ان هو يفتح قناة على اليوتيوب، او بالفعل بدأ ولكنه لم يحقق الشروط بعد شروط المونيتايزيشن، لسه ما عملش الالف مشترك ولم يحقق الاربعة الاف ساعة مشاهدة. من هنا ورايح ده كام ده بقى ايه تم تفعيله من امبارح اللي هو 18 نوفمبر. ايه اللي يحصل؟ اليوتيوب فجأة قرروا ان هم هيعملوا حاجة اسمها رايت تو مونيتايز، بمعنى انا كيوتيوب لي الحق ان انا اضع اعلانات على اي قناة على منصتي، وده معناه ان انت ممكن من النهاردة تشوف اعلانات على قناتك، ولكن للأسف انت لن تحصل على اي مبالغ مقابل هذه الاعلانات. وطبعا لما الناس هاجت وماجت عملوا تحديث من 23 ساعة للجزء اللي هو فيه المشكلة، حدثوه وبيوضحوه بالتفصيل. تعالوا اقراها لكم بسرعة وبعد كده نشوفها بالعربي. This means as a creator that's not in YPP اللي هو YouTube Partner Program, you may see ads on some of your videos. Since you are not currently in YPP, you won't receive, مش هتستلم أي حاجة، أشير أي حصة من العائد revenue from these ads. لكن برضو بيوضحوا لك إن مفيش مشكلة، لما تستوفي الشروط تقدر تقدم في ال YPP اللي أنت إن شاء الله لما تكمل الألف مشترك والأربعة آلاف ساعة قدم، والإعلانات برضو شغالة مفيش مشكلة، بس اللي هيختلف إن بعد كده تاخد بقى إن شاء الله جزء من العائد. تعال ننظر الموضوع بشكل إيجابي، ممكن ده يكون حافز ليك إن شاء الله إن هانت أهي من جاور السعيد يسعد، وإن شاء الله طالما الإعلانات بدأت على قناتي يبقى إن شاء الله ده فأل خير بإذن الله، وتحقق الشروط والموضوع بقى يتحول إلى أن أنت تكون في YPP وتبدأ إن شاء الله تحصل على المال. النقطة بقى اللي أنا مش عارفها ومش موضحينها، ماذا لو أنا مش حابب أحط إعلانات على قناتي؟ زي مثلا علي محمد علي، علي ما بيحبش يحط إعلانات على قناته، طبعا قناته ما شاء الله معدية 500,000 من فترة. إيه الحل بقى؟ دي أنا مش عارفها، ما يعني هل هيفضل موجود الفانكشن اللي انا اختار تو ديسيبل يعني الاعلانات؟ الله اعلم. لكن القنوات الصغيره هو كده كده ما يقدرش يختار، ما يقدرش يقرر احط ولا ما احطش اعلانات، لانه بالفعل ما عندوش اعلانات، هم هيحطوا اعلانات. طبعا لو جيت هنا في اي جزء ورايت كليك وضغطت على اللغه العربيه، الجزء ده هيتحول الى العربي. تعالوا بقى نشوف بالعربي بقى عايز يقول ايه. اضفنا هذا القسم الجديد لاعلامك بانه بدا من اليوم سنبدا ببطء في طرح الاعلانات على عدد محدود. طبعا هم هيبداوا بعدد محدود وبعد كده صدقوني هيبقى على كل القنوات الصغيره التي لم تحقق الشروط بعد، من مقاطع الفيديو من قنوات ليست تابعه لبرنامج شركاء اليوتيوب، يعني هتشاهد بقى اعلانات، يعني هتشاهد. طبعا مشكلة الكلام انه بينط بسبب الانجليزي، فيعني لازم تخلي بالك وانت بتقرا عشان المعنى. والنقطة التانية دي مهمة جدا وخطيرة. ليه؟ لان في ناس قنواتها اتقفلت لهذا السبب، وانا اعرف حقيقة قناة اتقفلت لهذا السبب، كان الرجل بيطلع بوشه وبيتكلم وبيناقش وصانع محتوى، ما بيسرقش حاجة، ما بيحطش مقاطع لافلام او اغاني او مسلسلات خالص. لكن فجأة لقينا ان قناته اتقفلت، وده كان السبب. شوفوا بقى ايه هو السبب ده، السبب القديم، واقول لكم ايه الجديد اللي هم عملوه. لو انت هتعمل ايه بقى؟ هتجمع collect or harvest any information، اي معلومات that might identify a person، تكشف عن هوية اي شخص على اليوتيوب زي اليوزر نيم بتاعه. هنا بقى كده بيكمل unless permitted by that person or allowed under section 3. هنا بقى الجديد ايه؟ new language اللي هو ايه الاضافة اللي عملوها امبارح، اللي هو قالك لو انت هتجمع معلومات تكشف هوية اي شخص او يكشف لك عن صورته عن وجهه. فنخلي بالنا ما نجمعش ابدا اي معلومات بهذه الطريقة، لانه لو في شخص عرف ان انت جمعت معلومات عنه وخدت اسمه واستخدمته في حاجة معينة من غير اذنه، هذه مشكلة كبيرة، ولو اشتكاك ممكن قناتك على طول تتقفل. ده اللي انا حبيت اقوله في الفيديو ده، هي دي اهم جزئية اللي هي رايت تو مونيتايز، عندنا الحق من غير ما نرجع لك. طبعا هنا مش عايز اقول لكم اليوتيوب الناس يعني هاجت وماجت وشتيمة، ويعني من امبارح الموضوع صعب قوي اهو، من 18 نوفمبر النهاردة 19. دي برضو عجبتني، هنا حد بيقول طب تخيلوا لو جالي ايميل من اليوتيوب بيقول ان المحتوى بتاعي is not eligible، يعني غير متوافق مع شروط اليوتيوب وكده لموضوع الاعلانات، في الحالة دي برضو هتحطوا اعلانات على قناتي ومش هاخد منها فلوس؟ هنا كان الرد، وده بقى الجميل على فكرة ان في ناس بترد من اليوتيوب. قال له لا، لو انت قناتك مش اليجيبل عمرنا ما هنحط اعلانات ابدا على قناتك. بس السؤال بقى،
طب لو هي قناته إليجيبل وهو قافل الإعلانات زي علي محمد علي، إيه الوضع؟ ده السؤال، قولوا لي رأيكم في التعليقات، وقولوا لي رأيكم بشكل عام في هذا الخبر. هل هتنظروا إليه بشكل إيجابي إن ده ممكن يحفزك أهو في إعلانات، يعني الموضوع هيبدأ أهو برغم ان حتى ما باخدش بس ماشي الحال، لكن لو فيديوهاتك اصلا غير متوافقه مش هيبقى عليها اعلانات، فممكن ننظر لها بهذا الشكل الايجابي، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، هذا هو ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شكرا لكم، ولا تنسوا ان الناس بالناس ومن يعن يعن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.